اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي. وأسألك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي، اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بسبيل هداك، وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.